الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، الذي عبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع إمام الأئمة ورسول الأمة مع أصحابه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. أكرر وسأكرر هذه الكلمات في بداية كل حلقة بإذن الله جل وعلا، وأرجو أن تتدبروا في كلماتها، وأن تقفوا على مغزاها ومعناها ومقتضاها. أكرر، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تقبس منه شعلة لتوقد لها من جديد شموس الحياة، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة زاكية
لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأولادنا وأجيالنا في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها وتفخر برجالها وأبنائها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار أمة نبينا المختار بشهادة العزيز الغفار. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها جل وعلا ومن إيمانها بنبيها صلى الله عليه وسلم، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد أنجبت الأمة الميمونة على طول تاريخها رجالا ونساء، سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن العسير جدا أن أحصر لحضراتكم في سلسلتنا المباركة عدد هؤلاء، بل ومن العسير جدا أن نتكلم عن هؤلاء في سنوات، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أصناف وأنواع العبير. نعم، قد يكون من اليسير أن نرى نجمة تتلألأ بالنور والضياء، لكن حتما سيكون من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنقضي هذه الليالي الكريمة المباركة في هذا الشهر الفضيل مع أئمة الهدى، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سلسلة جديدة أقدمها لأمة الحبيبة بعدما استيقظت القلوب بأحداث النهاية، وبعدما شخصنا الداء وحددنا الدواء في أمراض الأمة، أردت أن أقدم في هذه السلسلة الثالثة الجديدة النماذج العملية والقدوات الطيبة والمثل العليا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. نعم، بعدما تحدثت بالأمس عن إمام الهدى ومصباح الدجى، عن إمام الأئمة ورسول الأمة، عن الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا لندور حول هذه الشمس. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها وحولت ظلامها إلى نور مشرق، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي تدور في فلك هذه الشمس. هذه النجوم التي لا تزال تشرق وسوف لا تزال تشرق لتملأ الدنيا بنورها. وإن الأمة الآن في زمن مسخت فيه الهوية وزعزع فيه الانتماء وطالت فيه سنوات التغريب والتيه والتضليل، وقدم فيه الكثيرون من التافهين ليكونوا القدوة والمثال، إن الأمة الآن في أمس الحاجة لتقف على منهج عملي تربوي. فأنا لا أقدم أئمة الهدى ومصابيح الدجى
لأحكي حكايات ولأقص مجموعة من القصص، كلا، لا أحب هذا المنهج قط، وإنما أقدم هذه السلسلة العملية لأقدم من خلالها العظة والعبرة من ناحية، ولأقدم من خلالها من ناحية ثانية منهجا تربويا عمليا للقادة، للحكام، للعلماء، للدعاة، للرجال، للنساء، لرجال الأعمال، للتجار الأمناء الشرفاء، للشباب، للفتيات، للأطفال. نعم، أريد أن أقدم منهجا تربويا عمليا، وأريد أيضا أن أقدم قدوة ومثلا أعلى في زمن قدم فيه كثير من التافهين ليكونوا القدوة والمثال، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. ومن ناحية رابعة أريد أن أرد على أولئك الأقزام الذين تطاولون على أصحاب النبي الإمام ممن ملأوا أقلامهم بمداد عفن، وملأوا أفواههم بلعاب نجس، وراحوا يتطاولون على هؤلاء الأطهار وعلى هؤلاء الأخيار. أردت أن أزود عنهم، لا لأرفع من قدرهم ولا لأعلي مكانتهم وشأنهم، لأن الذي رفع قدرهم هو الله، ولأن الذي أعلى شأنهم هو الله، ولأن الذي عدلهم وزكاهم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما لأرفع من قدر نفسي ولأرفع من قدر أمتي ممن يتابعونني عبر هذه الحلقات. نعم أيها الأفاضل، سأركز طوال الحلقات على الصحابة لأقدم كل ليلة صحابيا جليلا كريما من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل التأريخ لحياته، فقد نحتاج إن أردنا أن نؤرخ لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي رضي الله عنهم، قد نحتاج إلى شهر كامل إن أردنا أن نتحدث عن كل واحد من هؤلاء الأئمة، من هؤلاء الأفاضل الصحب الكرام رضي الله عنهم. لكنني آليت على نفسي في خطتي في هذا البرنامج أن أتحدث كل ليلة عن صحابي واحد فقط من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأركز الحديث تركيزا، لأستخلص العبرة، ولأستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ولأقف مع حضراتكم في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم جميعا الدروس والعظات والعبر. نعم، ما أحوج الأمة إلى مثل هذه السير العطرة، وما أحوج الرجال بل والنساء بل والشباب بل والأطفال للتعرف على هؤلاء الأخيار. واسمحوا لي أيضا ألا يقتصر حديثنا في هذه السلسلة عن الرجال، كلا، فلقد أنجبت الأمة رجالا ونساء سنسمع عنهم ومنهم العجب العجاب. نعم، سأنوع المادة، أعيش ليلة أو عدة ليال مع الأطهار الأخيار من الرجال، وأعيش بعض الليالي الأخرى مع الطاهرات الصحابيات رضوان الله عليهن، بل وربما أنتقي أو أختار من غير الصحابيات. نعم، لتسمع الأمة العجب العجاب. واسمحوا لي أيضا أن أختم هذه السلسلة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك بإذن الله جل وعلا بالحديث عن إمام كبير من الأئمة الذين أعادوا للدنيا عصر النبوة، أقصد في عدله ورحمته وخلقه وورعه ودينه. نعم، سنعيش مع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأختم السلسلة
بالحديث عن الأئمة الأربعة، عن الإمام أبي حنيفة بالترتيب الزمني، وعن الإمام مالك، وعن الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد، لتكون الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى مع إمام أهل السنة، شاء ربي ذلك وقدر. والله تبارك وتعالى أسأل بحبنا لأئمة الهدى ومصابيح الدجى أن يحشرنا معهم، وإن قصرت أعمالنا فما أروعها من بشرى يبشرنا بها حبيبنا ونبينا إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس: جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وأنا وأنتم جميعا نقول بقلوبنا وألسنتنا: نشهدك يا ربنا أننا نحب رسولنا وحبيبنا، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك بحبنا لهم وأنت أعلم بأحوال قلوبنا أن تحشرنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، من الجفاء وليس من الفقه وليس من الحكمة أن أشرع في الحديث مباشرة عن أئمة الهدى دون أن أقدم لحضراتكم مقدمة في حلقة الليلة من كتاب ربنا جل وعلا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكانة أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء الجيل القرآني الفريد، إنهم صفة الخلق بعد الرسل والأنبياء. أعرني قلبك وسمعك لتتعرف على قدر هؤلاء، إنهم صفوة الخلق بعد الرسل والأنبياء. نعم، اصطفاهم الله جل وعلا يوم اصطفى المصطفى، واختارهم الله جل وعلا يوم اختار المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه أحمد، ويصح الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. نعم أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، ما اصطفى الله جل وعلا بعد الرسل والأنبياء أكرم ولا أشرف منهم، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتجرأ على هؤلاء لأنه لا يعرف شرف الصحبة ولا يعرف مكانة من صحبوا، لا يعرف مكانة من صحبوا. فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، هذا هو تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. أي شرف! اللقيا وحدها لا تكفي، فقد يلقى الرجل رسول الله ولا يؤمن به، بل ولو لقي رجل رسول الله وآمن به لا يكفي، بل لابد أن يلقاه وأن يؤمن به وأن يموت على ذلك. فهناك من لقي رسول الله وآمن به وارتد ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا شرف الصحبة ومكانة الصحبة لأولئك الجراء الذين ملأوا أقلامهم بمداد عفن وراحوا يتطاولون على هذه القمم الشماء. أقول لهم: آن الأوان أن تقصفوا أقلامكم وأن تفرغوها من مدادها العفن، آن الأوان أن تعرفوا قدر الصحابة وأن تعرفوا الشروط التي يجب أن تتوفر إن أردتم أن تنالوا شرف الحديث عن الصحابة. فلا يجوز أبدا لرجل مريض القلب، زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مزعزع الانتماء، ملوث الهوية أن يتحدث عن هؤلاء الأطهار. فالحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أكرر: الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين، ليقف على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على صحة السند والمتن معا. هذا أمر يحتاج إلى ضربة، ويحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى بصيرة، ويحتاج إلى معرفة بقواعد علماء الجرح والتعديل في التصحيح والتضعيف. ليس من حق أي أحد أن يهرف بما لا يعرف وأن يتكلم على هؤلاء الأطهار، فحري بالموتورين أن يقصفوا أقلامهم وأن يفرغوها من هذا المداد العفن. فإن أبوا إلا لاجتراء على هذه القمم الشماء فلا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. أكرر: فإن أبوا إلا لاجتراء على هذه القمم الشماء فلا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. مثل هؤلاء أيا كانوا وتحت أي مسمى كانوا، مثل هؤلاء الذين تطاولون على أصحاب إمام الأنبياء، مثلهم كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ تعالوا بنا لنقف مع آيات ربنا ومع كلام نبينا، مع القول الفصل، مع القول الفصل. دعك من هذا التنظير ودعك من هذا الكلام، تعال إلى فصل الكلام وإلى خير الكلام وإلى أصدق الحديث وأطيب الكلم، إلى كلام ربنا وإلى كلام نبينا. لن تسمع مني الليلة في هذه المقدمة إلا قال ربنا قال نبينا. وهذه بضاعتنا التي نشرف بها ونعتز بأن الله عز وجل قد رزقنا إياها، ونسأله سبحانه وتعالى أن نعيش عليها من أجلها ومن أجل نصرتها، وأن يختم لنا بها، وأن نلقاه تبارك وتعالى ونحن نؤمن بكتابه وسنة رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع لقول الله: أقول إن جميع أصحاب النبي، خلي بالك سأدلل على هذا من كلام ربنا الآن، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، هذا من نفيس كلام إمامنا الخطيب البغدادي في كتابه القيم الرائع الكفاية في علم الرواية. يقول: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة
باختيار الله لهم وإخباره عن ذلك بنص القرآن. إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بنص القرآن والسنة بإخبار الله عز وجل عن ذلك في القرآن الكريم. وما أكثر الآيات التي سأذكرها الآن. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب يا عم الشيخ دي آية للأمة. لا، أخلي بالك، أول من خوطب بهذه الآية هم الصحابة. أول من خوطب بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة من ربنا جل وعلا. بتخلي بال حضرتك، الشهادة دي مش من منظمة اليونسكو ولا من مجلس أوروبي ولا من مجلس أمريكي، لا، إنما هي شهادة من الله جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل وقال جل جلاله مزكيا لهذه الأمة التي تتمثل لأول مرة في الصحابة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: يا نوح، هل بلغت قومك؟ وربنا جل وعلا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: بلى بلى، يعني بلغت، بل لقد لبث في البلاغ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما ترك سبيلا من سبل البلاغ والدعوة إلى الله إلا وسلكه. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات. ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: هل بلغت؟ فيقول نوح: نعم. فيقول نوح: نعم بلغت. فيقول الله تبارك وتعالى لقومه: يدعى قوم نوح. ويقول الله عز وجل لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. مأزق حرج، سبحان الله، فيقولون: لا. فيقول الله جل جلاله: من يشهد لك يا نوح؟ الله أكبر. من يشهد لك أنك بلغت هؤلاء؟ فيقول نوح: محمد وأمته، صلى الله على محمد، محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل. وفي رواية ابن ماجة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: فتدعون فيقال لكم: من بلغكم؟ أي من بلغكم أن نوحا بلغ قومه ودعاهم إلى الله جل وعلا؟ فتقولون: أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم. فهذه شهادة من الأمة
على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مكانة الأمة، تشهد الأمة لنوح مع أنها ما رأت نوحا وما شهدت نوحا في بلاغه ودعوته، لكنها صدقت ربها ونبيها حيث قرأ نبيها صلى الله عليه وسلم عليها قول الله جل وعلا وذكرها بسنته صلى الله عليه وسلم وبحديثه، فصدقت الأمة قول ربها وقول نبيها عليه الصلاة والسلام. بل أود أن أقول الصحابة رضوان الله عليهم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له الصحابة بالخير وجبت له الجنة، ومن شهد له الصحابة بالسوء والشر وجبت له النار. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس حوله، فأثنى الصحابة عليها خيرا، ثم فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقلت وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقلت وجبت، ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يا الله، معرفش حضرتك مستوعب المعنى ده، مستوعب المعنى الكبير ده، أنتم شهداء الله في الأرض، ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله تسمع الآية دي تاني، اسمع الكلمات دي تاني، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح في يوم أحد ودماؤهم تنزف، وقد عزم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لملاقاة المشركين فخرجوا بجراحهم بدمائهم استجابة لله واستجابة لأمر رسول الله، فزكاهم الله وسجل هذا الموقف الجليل في قرآنه لتتلى هذه الآيات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس، أي إن المشركين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. بل أقف أمام هذه الآية ويكاد ورب الكعبة عقلي أن يطيش، أمام قول الله جل وعلا لحبيبنا لإمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم. الله جل وعلا يقول له يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله يعني يكفيك ربك فقط، لا، حسبك الله، اسمع إلى الأخرى، ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم الله حسبك، الله حسيبك، الله كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
ولا شك ولا ريب أن المراد بالمؤمنين في هذه الآية ابتداء هم الصحابة، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دول مين؟ أيوة، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، هؤلاء من؟ الأنصار. والذين آووا ونصروا، اسمع شهادة رب العزة، استمع إلى هذه الشهادة: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. الله أكبر، شهادة ربنا جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان على مراد الله ورسوله، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لابد من شرط الإحسان في الاتباع لهؤلاء الأطهار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. تسمع الآية تاني: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلني وإياكم ممن اتبعهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بل لقد قال ربنا جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عن هؤلاء المؤمنين. من هؤلاء؟ إنهم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، رضي الله عنهم جميعا. بل لقد قال ربنا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من هؤلاء؟ هم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ويقول جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فليسمع هؤلاء الجراء الذين تطاولون على أقوام حطوا رحالهم في الجنة، ووالله لا أدري أنا ولا تدري أنت ولا يدري واحد من هؤلاء كيف تكون الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. يتطاولون على أقوام شهد لهم ربهم بالإيمان الحق وبالصدق وزكاهم نبيهم وشهد لكثير منهم بالجنة بأسلوب مباشر. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا أخي، هذه شهادة ربنا: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسأل الله أن نكون وإياكم جميعا من أهل هذه الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأختم بهذه الآيات الكريمة وما أكثر الآيات وما أعظم الآيات في شأن الصحابة رضي الله عنهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل يجد في قلبه حنقا وغيظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الإمام مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال من وجد من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. أقول تاني، من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ومن بديع ما قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وما أكثر الزنادقة، ما أكثر الزنادقة الذين تطاولون الآن على أصحاب رسول الله. يقول واحد من هؤلاء الزنادقة إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس المعتادة في مجتمع يثرب بين الصحابة، أباح لهم محمد أن يمروا في المساجد وهم جنب. خسئت وخبت وخسرت إن لم تتب إلى الله وإن لم ترجع إلى الله. وأتحداك أن تتطاول على رجل من أهل الدنيا، أتحداك أن تتطاول على رجل من أهل الدنيا. كيف تتطاول على الأطهار الذين زكاهم العزيز الغفار وعدلهم النبي المختار؟ وقد استمعت إلى آيات القرآن هذا إن كنت تعتقد في القرآن الكريم، وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم والوقت يمضي ولا حول ولا قوة إلا بالله، ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني. يا أخي شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيأتي بعد ذلك من يتطاول على خير الناس بشهادة سيد الناس. يقول الحافظ الكبير أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما نقل إلينا حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يعني الزنادقة يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن كله والسنة كلها هم الصحابة. ولذلك أنا أقول إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، لكن من أخطر الحروب التي يعلنها أهل الباطل على أهل الحق حربا قذرة
أسميها أنا بحرب إسقاط الرموز، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم وانتهاء بالعلماء العاملين الصادقين والدعاة المخلصين، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين، بدءا بالصحابة ومرورا بالأئمة وانتهاء بعلمائنا الذين ينقلون لنا عن ربنا وعن نبينا وعن أصحاب رسول الله. فهذه الحرب الهوجاء الضروس تريد أن تسقط الرموز لتتبعثر الأمة ولتتشرذم الأمة، حتى لا تسمع الأمة لهؤلاء الذين ينقلون لهم الدين عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بالصحابة وانتهاء بالأئمة والعلماء الصادقين إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث رب العالمين الأرض ومن عليها. انتبهوا لهذه الحرب القذرة، وكونوا لها أيها الأفاضل بالمرصاد، بالذب عن هؤلاء الأطهار، وبالزوج عن حياض هؤلاء الأخيار، وبتحويل منهج في حياتكم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. يقول صلى الله عليه وآله ومن والاه كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهبا، أي في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وسامحوني على سرعة الإلقاء لأنني أريد أن أنقل لكم أكبر قدر من الحق من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نظر يوما في السماء، نظر إلى النجوم في كبد السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. اسمع، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم من حديث عائذ أبي هبيرة، عائذ المزني رحمه الله تعالى، وهو من أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليه، قال مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلمان وصهيب وعمار وبلال، أي من الفقراء ممن عاتب فيهم ربنا نبينا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا الله، والله ما قرأت هذه الآية مرة والله إلا وقفت أمامها بقلبي وعقلي. يعاتب المصطفى بهذه الآيات تريد زينة الحياة الدنيا من أجل هؤلاء الأطهار الأخيار. نعم نعم، قف أنت في هذه مع هذه المعاني وتدبر وتأمل، سترى العجب العجاب، وستقف على قدر هؤلاء عند ربنا سبحانه وتعالى. مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله من الفقراء فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب الصديق رضي الله عنه وهو في المجلس لهذه الكلمات الشديدة، والتفت إليهم وقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يقصد أبا سفيان، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلسهم وذهب، لكن إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الصديق رسول الله بما قال وبما قاله الصحابة. اسمع ماذا قال رسول الله ولمن؟ لأبي بكر، للرجل الأول في الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، اوعى كن زعلت الصحابة، اوعى كن زعلت سلمانا صهيبا وبلالا وعمارا، لعلك أغضبتهم. الله أكبر، اوعى كن زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم. طب وإيه يعني فيها إيه؟
موضوع خطير. فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل إلى هذا الحد وإلى هذا القدر. نعم، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فاتق الله أخي، واتق الله أختي، واتق الله أمتي، واعرفي قدر الصحابة، وتعرفي يا أمة الحبيبة على واجبك تجاه الصحابة ونحو الصحابة. فالأمر ليس سيرة تتلى، وليس قصصا تحكى لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا من أجل الاستمتاع السالب، ويخرج المشاهدون والمشاهدات وتخرج الأمة وهي تتغنى بسيرة الصحابي. ليس هذا فحسب، بل يجب علينا أن نحب هؤلاء الأطهار، وأن تمتلئ قلوبنا بحبهم. فحبهم إيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. حب الصحابة إيمان. قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. فحب الصحابة إيمان وإحسان، وبغض الصحابة نفاق وطغيان. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: باب حب الأنصار من الإيمان. نعم، حب الصحابة إيمان، حب الصحابة من الإيمان، وبغض الصحابة من النفاق والطغيان. يجب علينا أن نحب هؤلاء الأطهار الذين نصروا دين الله جل وعلا، وبذلوا الغالي والنفيس ليصل إلينا هذا الدين. ويجب علينا أيضا أن نقرأ سيرهم من جديد، لا من أجل الثقافة والتأريخ، وإنما لنأخذ العظة، لنأخذ العبرة، لنتعلم القدوة، لنقف على المثل العليا والنماذج الطيبة المشرقة. نعم، تحتاج مناهج التعليم أن تدخل إلى أولادنا في كل مراحل التعليم سير هؤلاء الأطهار، ليتعلم هذا الجيل هذه السيرة العطرة، ليتعلم هذا الجيل هذا المنهج التربوي الرباني الأصيل. والله لن تستطيع الأمة أن تقيم من جديد للإسلام دولة تعتز بها ويهابها أهل الأرض ويفخر بها أهل الأرض، إلا إذا حولت منهج هؤلاء إلى منهج حياة. أنا أقول: لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ذلك يوم نجح صلى الله عليه وآله وسلم في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وبناء وجهادا وحركة وعملا وبناء وصدقا ورجولة وشهامة ووفاء، إلى آخر هذه الأخلاق التي يقف التاريخ أمامها وقفة إعزاز وإجلال وإكبار. نعم، ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى أن نعود إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم،
أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، باتوا على النعماء، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون من وجل، الليل يعرفهم يبكون من وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، الليل يعرفهم يبكون من وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا. مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبإذن الله جل وعلا نواصل السيرة في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لنجمع الرحيق والزهر والثمر. نقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل، نستلهم الدروس والعظات والعبر، نغوص معا في هذا النهر العذب الفرات، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر. أيها الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم مع إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على موعد غدا بإذن الله جل وعلا مع إمام من أئمة الهدى، ومصباح من مصابيح الدجى، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.